الاقتصادي. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تجاوز عدد سكان المملكة ل 35 مليون نسمة بنهاية النصف الأول لعام 2020 مقارنة ب 34 مليون نسمة في نهاية النصف الأول من 2019 وبنسبة 2.3%. وأوضحت أن عدد السكان بلغ 35 مليون و13 ألف و400 و14 نسمة، منهم 20 مليون و231 ألف و425 من الذكور و 14 مليون و781 و989 مجموع عدد الإناث.